الطريقة الثانية هي طريقة بيكنغهام ميثود أو ما يسموها الباي ثيورم. الباي ثيورم هي نفس أساسيات الباور سيري، بس بدل ما نحول الفاريبلز إلى باور نحول الفاريبلز إلى مجاميع لا عددية، ومثل ما أخذنا شرحها في محاضرات سابقة. الآن المطلوب من عندكم كواجب بيتي هو حل example 2. example 2 احنا هنا موجود حله بطريقة بيكنغهام، بس احنا نريد من عندكم تحلوه بطريقة الباور سيري. اذا باي دايمنشنال اناليسيس حتى نكون يعني قريبين او يعني على تماس مع صيغة السؤال، دائما يجي السؤال using dimensional analysis by dimensional analysis وشوف obtain an expression اللي قلنا قبل شوية for the drag force. The drag force من هو معطيك اياه F. اذا الفانكشن مالتنا اللي نريدها هي من لل drag force on a partially submerged body moving. هذه شرح بعض شنو المتغيرات. قايل لك ال velocity, the other variables is ال linear dimensions اللي هو ال L والصفيحة surface roughness E وال fluid density and gravitational acceleration. كم متغير صار عندنا؟ 1 2 3 4 5. إذن هسا عندنا F هي متغير بخمسة، هي فونكشن بخمسة متغير عيات. كم باور عندنا راح يصير؟ كم أس؟ 5 أس. وقبل شوية كان عندنا متغيرات؟ قبل شوية شنو كان عندنا؟ كان عندنا سبيسيف كويس ويت سيرفيس تنشن والراديوس. ايش كان متغير؟ لذلك ايش كان أس أخذنا؟ 3. هسه هنا ايش قد عندنا؟ واو 1 2 3 4 5. يعني هذا تباور A B C D F أو مثل ما قلنا شنو اللي يصير؟ N1 N2 N3 N4 N5. الأنات حتى لا تضيع بإرباك الحروف. ف نحولها هالمرة ما لنا علاقة بهذه الشغلات، وناخذ ال F شنو وحداته؟ نيوتن. نيوتن شنو وحداته؟ كيلوغرام متر على الثانية. إذا بالطرف الأيمن ايش عندنا؟ عندنا M مالت من؟ كيلوغرام. عندنا L مالت من؟ مالت المتر على تي تربيع. يعني بالطرف الايسر راح يكون عندنا ام ال تي ماينس 2. بالطرف الايمن كل هاي الابعاد. لما نجي الان ناخذ الام بالطرف الايسر شنو نحط له؟ 1. ال ال شنو الاس مالته؟ 1. بس التي ايش قد؟ ناقص 2. ونبدي بحل السؤال. هذا الواجب البيتي مطلوب من عندكم، تجيبون ان شاء الله بالمحاضره الجايه. انا ليش اعطيتكم هذه؟ لانه بالاخير لازم توصل الى هذه المعادله. بالاخير توصل ان الباور فانكشن هي باور يو سكوير ار سكوير رو على فهذه يطلع هذا الناتج. فهذه عمليه الابعاد الاساسيه اللي لازم يعني تكون معرفه عندكم بها هي هذه، وجاي نعطيكم هنا لها. يقول لك البروبرتي الرمز مالته اليونت. لاحظ خل دائما ركز على هذه فرق بين اليونت والدايمنشنز. فاليونت هذه وهذه الدايمنشنز اللي هي اذا عدت درجه حراره شنو نحط لها؟ تيتا. اوكي فهذا الجدول يا شباب مهم جدا، وبي تقريبا كل الابعاد الاساسيه اللي احنا نحتاجها في عملية التحليل البعدي. فلاحظ الـ velocity
ليش كاتب لك الرموز؟ لان اذا شفتوا احنا بالتحليل البعدي شنو حطنا؟ نحطها في البدايه بالرموز يو تو باور ان 1 رو تو باور ان 2 جي تو باور ان 3 مو بعدين يلا نحولها للابعاد مالتها. فهذه خاف يعني انت ما تتذكرها تخليها في بالك وكاتب لك هو التعجيل الارضي شنو وحداته، التعجيل الزاوي شنو وحداته، الفوليمتريك فلوريت اللي قبل شويه كنتوا ناسينه خلينا لكم اياها، الديسشارج ايضا فوليمتريك ديسشارج الفلوريت يا اما ديسشارج او فلوريت فخلوا لك وحداتها هنا شوفها الماس فلوريت يعني هذا فوليمتريك فلوريت متر مكعب على ثانية اذا ماس كيلوغرام على ثانية عاشت ايوتن الوردة الماس فلوريت اكو عندنا بعد يسمونه الماس فلكس الماس فلكس هو الماس فلوريت مقسوم على الاريا فتشوفه كيلوغرام على متر على ثانية تربيع فتميز يعني مثلا احيانا يجيك الفاريبلز مو الماس فلوريت الماس فلكس فانت يروح بالك انه هو ماس فلوريت هو كيلوغرام على سكند وبالتالي عندما تحل ما يطلع عندك الحل لانه راح يصير عندك نقص متر تربيع فتميز بين الماس فلكس والماس فلوريت وهذه انا جاي اكد عليها لانه هذه الشغله بالمحاضرات الجايه كل هاي المصطلحات الدشارج الماس فلوريت الفوليمتريك فلوريت السبيسيفيك فلوريت الماس فلكس هذه كلها هي من مصطلحات ماده جريان المواد الدنسيتي طبعا احنا فاميليار معاها يعني كثافه هي كيلوغرام على متر مكعب السبيسيفيك ويت السهم احنا ايضا في الي هسه نجي عندنا فقط شغلتين الشغله الاولى هي الدايناميك فيسكوسيتي والكينيماتيك فيسكوسيتي الكينيماتيك فيسكوسيتي هي الدايناميك فيسكوسيتي مقسومه على رو هذه بس تخليها في بالك انه انت عندك الفي اللي هي الكينيماتيك باللاتيني شو تساوي لنا؟ تساوي لنا الميو ما ادري وين نلقى الميو هسه احنا لازم نرجع وندور الميو وين على كل تساوي لنا الميو خلينا نكتبها كتابه ما تنكتب تساوي لنا هذه الكاينماتيك تساوي لنا الميو مقسومة على رو واضح؟ فحتى إذا أنت نسيت أبعاده أو نسيت الوحدات مالتها شو تسوي؟ تقسم المال اللزوجة العادية على من؟ على الكهرباء فبعد عندنا أيضا عندنا الفورس عندنا البريشر البريشر شنو هو؟ قوة على مساحة مو؟ هذا على المساحة شباب قوة المسلطة على المساحة قوة المسلطة على المساحة القوة شنو؟ وحداته نيوتن على متر مربع بس احنا ما عندنا نيوتن فنحول نيوتن وين؟ احنا هسه اذا تشوف اغلب مشاكلنا هي مع من؟ مع نيوتن لانه يظهر عندنا بالفورس والى اخره الان البريشر هذا نفس الشيء البريشر الشير ستريس التاو اخذتوه بالسكون والمقاومه تذكروه هذا نفس الشيء ام بي نيوتن لانه هو نفسه الضغط عباره عن قوه وهذه الجدول هذا مهم جدا ان تحفظونه لانه ما ينطيك شنو دائما ما ينطيك الوحدات ينطيك فقط المتغيرات صار مفهوم شباب؟ نجي بعض التحويلات تخاف أحياناً يعني أنت مثلاً بين نظام ونظام فالتحويلات هذه أيضاً للتذكير هذه وإحنا كلها ماخذيها في المرحلة الأولى والدليل أنه تذكرون أن أخذنا R قلت لكم R يمكن تجيب عدة وحدات هاي أخذناها بالفصل الثاني بالعام الماضي وهذه
اللي هنا محاضرتنا تنتهي في مايكروسوفت دايمنشنال اناليسيس. البي دي اف موجوده عندكم ان شاء الله، وايضا راح ازودكم ببي دي اف للمحاضرات للمحاضرتين القادمه بالاسبوع الجاي بالسنه الجديده ان شاء الله، فتطلعون انتم وزملائكم عليها تخلوها قدامكم اثناء عمليه بث المحاضره. تحياتي لجميع طلاب المرحله الثانيه وطلاب القسم، واتمنى لهم عام جديد مليء بالنجاحات والتقدم، وادعو الله ان يمن علينا جميعا بالخير والصحه والسلامه وراحه البال، وكل امنياتي بالتوفيق والنجاح لاولادي وبناتي طلبه القسم جميعا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ولا يسعني ان اذكر الشباب اللي حضروا معانا بالمحاضره التفاعليه، وايضا مناقشاتهم واسئلتهم اللي اغنت حتى اثناء فتره التوقف. متمنين لهم ان شاء الله التوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا دكتور.